تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 للهجرة. ورفع سموه إلى مقام جلالته الكريم أسمائيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يديم على جلالة الملك المعظم موفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته ومملكة البحرين وأبنائها الكرام وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعرب جلالته فيها عن خالص تقديره وعميق شكره لسموه، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه وأن يديم عليه نعمة العافية وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة بالخير والبركات وعلى وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية.